ارفع ايدك تأييدا للصورة صورة 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 مصر حرة حمينا بلدنا من غير تدخل من برا دمنا اخواتنا ما نشوفش شباب عندنا وطن هنكمل في طريقنا زي ما احنا كيف بدينا احنا بنعمل بنحيي الذاكرة الشفوية لحي الفجالة وازاي الناس تبقى مشاركة في تغيير وجه الحي بتاعها. الحقيقة احنا عملنا كذا نشاط، عملنا ايقاعات الفجالة وده كان عرض بيحاول الحرفيين اللي في الحي ان هم يعملوا عرض موسيقي من خلال الالات الايقاعية اللي موجودة في الحي بتاعهم، وكذلك سجلنا حكايات كتيرة حكايات شفوية عن تاريخ حي الفجالة وباب البحر، وده تم برضو من خلال منتج حكي تم عرضه في اليوم ده. وفي نفس الوقت احنا بنحاول ان احنا ندعي فرق من خارج الحي زي فرقة ايجي فاميلي. قالك ان انا الاستاذ مفكك انت من مكبر ولا ثورة، قالك تاجي فاش الفاس انت اللي شف ان انت مفكر ولا ثورة، قالك لا بقى ينهو بقرارة واحنا ما شوف العسكر ولا ثورة، نزل الجيل ده كله في الشوارع يكتب بسم الله الله اكبر احنا الثورة احنا الثورة احنا الثورة. هدف البرنامج هو العمل في منطقة الفجالة من خلال جمعية النهضة العلمية والثقافية جزويت القاهرة، والهدف اللي هو عمل أنشطة فنية وثقافية من خلال مسرح سينما فنون تشكيلية من خلال عروض بتتقدم في منطقة الفجالة، وجمعية بتشرف من خلالها على الأنشطة دي، ومن خلال كمان الفنون التشكيلية من خلال الرسم على الجدران والمحلات الموجودة في منطقة الفجالة. تمع الحروف شلها يا بدوي هويتي فضاوي فنك وجودي من عدمي أول ما تقول مصر يتقدوا الفلاحين أتذكر من أصلي وإحنا المصري بنين انزل المحطة جرافيتي من غير غلطة لو نازي افتح الجدران